المشهد أمامك كبير، المشهد أمامك رهيب في استاد الملك فهد الدولي في شرق العاصمة السعودية الرياض. اليوم في ضربات ركنية، في ضربات ثابتة، ما في تحفظ، مباراة مفتوحة، كل فريق ورغبة الفريقين. جول جول، يتقدم سعود كريري. سعود كريري يكرر اللي صار في الافتتاح في هذا المرمى بالضبط. إبراهيم ماجد، جول 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 المهدي علي. المدربين اللي يملكون الشجاعة ويملكون القرار ويملكون اتخاذ القرار، الضربة الحرة المباشرة لمنتخب قطر الأبد والتهيئة. الله بو علام ظهر، وصلت الدوحة، مرت من الشرعانة، وصلت الصناعية، ودخلت الدوحة، وصلت إلى قطر. بلال محمد في استاد الملك فهد يرفع الكأس القطرية التي تعود الآن إلى الأراضي القطرية، فمبروك.